نحن بنجي بشكل يومي لهون بنطعميهم شي مرتديل شي طون شي سردين شي لحم فروج على نفقتنا الخاصة طبعا نفقة العناصر اللي بيجي نفقة عناصر الدفاع المدني نحن عملنا ما بيقتصر على انه نحن ننقذ ارواح من تحت الانقاض نحن عملنا بيتضمن كل شيء حتى كمان هدول القطط كمان ارواح رشيد خذ مروحة انا عنصر من عناصر الدفاع المدني كل نهار بجي لهون على مساكن هنانو هون في بيجي حوالي 100 قطه جوعانين اهل اصحاب المنازل تركوهم وهجروا المنازل فالقطط جوعانه انا بحاول اجي قدرتي اشتري علبه مرتديلا واطعمي شيء 20 25 قطه فعملنا انساني نحن كدفاع مدني